النهاردة يا جماعة، في درس النهاردة هنتعلم حاجة اسمها البريفرنس بتاع الافتر افكت، وبرضو المينيوز بتاع الافتر افكت. بس المينيوز مش هناخدها دلوقتي، هناخد الاول الرام والبروسيسور والكاش وكل الحاجات دي. هنيجي على قائمة Edit Preferences General، دي ال Preferences بتاع ال After Effects. أول حاجة ال Level of Undo، يعني عدد مرات ال Undo اللي هي ال Control Z. ال Default بتاعها 32، ممكن تزودها زي ما انت عايز، مفيش أي مشكلة. تمام، و هنا الكاش ده مهم جدا، لازم تتأكد ان هنا دي علامة الصح موجودة، اللي هي enable disk cache، لان ده بيساعد في سرعة البلاي والبريفيو في المشروع بتاعك. تمام، وهنا برضو نفس النظام. تمام، و appearance ده لو عاوز تغير اللون بتاع الافتر افكت. تمام، واوتو سيف لو عاوز تشغل الاوتو سيف، يعني هيسيف اوتوماتيك كل 20 دقيقة، واقصى عدد مرات للسيفنج هي 5. تمام، نيجي لأهم حاجة وهي ميموري مالتي بروسيسنج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا عندي 16 جيجا رامات. تمام، الافتر افكت هياخد 11 وهيسيب للبرامج التانية 5 جيجا. انت ممكن تزودها، يعني ممكن تخليها 6 كده، هو هياخد 10 بس. تمام، بس هو الديفولت بتاعه، يعني حاول تسيبه على الديفولت بتاعه احسن. طيب، ممكن اعمل امبورت لايه تاني؟ ممكن اعمل امبورت لفيديو. ازاي؟ ممكن مثلا لو دخلنا على فيديو، لو خدنا الفيديو ده مثلا وقلنا له اوبن، على فكرة يا جماعة أقول لكم إن الكاميرا، اللاير بتاع الكاميرا مكانه مش مهم أو ترتيبه مش مهم، ممكن تحطه في الآخر عادي. هنا ده ملف الفيديو، طبعا هو مش ظاهر لأن هو ده وقته من أول هنا لغاية هنا، فلو جينا كده هنشوفه. والفيديو ده طبعا معاه صوت، ممكن نسمع الصوت من هنا وممكن نلغي الصوت. تمام، ده الفيديو زي ما انتم شايفين كده. تمام، طبعا الفيديو ده احنا ممكن ننقص منه نخليه لغاية هنا بس، بس ما ينفعش نزود. ليه بقى؟ لأن ده فيديو وقت معروف وقته فين وآخره فين، ما هوش صورة أو ملف تكست أو كاميرا. طيب كده احنا هنتطرق لموضوع تاني قبل ما نرجع لموضوع القوائم، هنتطرق لموضوع سرعة الفيديو. تمام، ازاي نخليه بطيء او ازاي نخليه سريع؟ لو دوسنا كليك يمين عليه هنلاقي حاجة اسمها تايم. في تايم ريفيرس لاير، يعني ايه؟ يعني يعكس الفيديو. يعني لو فاكرين ده كان اخر الفيديو، ده قصدي ده كان اخر الفيديو، دلوقتي بقى الاول. تمام، جميل، هنعمل كنترول زد طبعا، وطبعا بعد ما اتعكس عمل لنا زي شريط احمر مخطط كده. في حاجة تانية اسمها ايه؟ تايم ستريتش. يعني ايه؟ دلوقتي التايم، السرعة بتاعت الفيديو هي 100% الديفولت. طب لو خليناها 50%، كده الفيديو بقى سريع قوي.
كده الفيديو بقى بالتصوير السريع. طب لو جينا خليناه 130، ممكن بقى تزود زي ما انت عايز. طب في ايه تاني؟ في enable time remapping. time remapping يعني ايه؟ يعني انت لو انت عاوز تسرع او تبطئ جزء معين من الفيديو هتعمل ايه؟ هنا اول ما بتعمل enable time remap انت بيعمل لك key frame في الاول وkey frame في الاخر، وطبعا السرعة زي ما هي. طب لو عملنا key frame هنا بالشكل ده ودخلناه كده، كده الحتة دي بقت سريعة والحتة الباقية بقت بطيئة. طب لو عملنا كده، كده الحتة دي بقت بطيئة والحتة دي بقت سريعة. طب الحتة دي من أول فين؟ تمام، خلينا نمسحها ونعيدها تاني. دلوقتي أنت عايز من أول هنا، من أول هنا بالظبط، من أول الثانية 5 لغاية الآخر تبقى سريعة، فتعمل إيه؟ تيجي تحط الكي فريم على الثانية 5 وتيجي تمشي الكي فريم كده. لو جينا على الكي فريم هنلاحظ ده فعلا الوضع اللي كان عليه لما كنا عند الثانية 5 لو تفتكروا، وكل ده بقى بطيء. فهمتوا يا جماعة الفكرة؟ ممتاز. طيب في حاجة تانية اسمها ايه؟ فريز فريم. طب تعالوا نجربها كده. فريز فريم عمل ايه؟ دلوقتي فلنفترض ان انت الفيديو ده انت مش مدخله عشان فيديو، انت مدخله عشان مجرد تاخد منه صورة، فانت تعمل فريز فريم، فاذا هو عمله لك فريز، هو خلاص ما بقى يعني دلوقتي هو دلوقتي ما بقاش فيديو، والتايم ريمان ده ممكن نمسحه. ثواني، المفروض كنا نعمل ديسيبل للتايم ريمان الاول بعد كده نطبق الفريز فريم، او هما الاتنين مرتبطين ببعض. فريز فريم دي ايه يعني؟ مش هتفرق مكان الكي فين بالظبط، بس تفرق لازم تقف الاول وبعد كده تقول له احنا قلنا عملنا فريز على هنا، طب احنا عايزين نعمل فريز هنا، يبقى نقف هنا نقول له تايم فريز فريم، يبقى عندنا الفيديو بالشكل ده مجرد صورة. ممكن نطوله ونصغره براحتنا، ما هو صورة بقى. وكل ده مش هنحتاجه دلوقتي في الوقت الحالي. import recent footage يعني الحاجات اللي انت دخلتها مؤخرا ممكن تدخلها تاني. export طبعا ده مش هنتطرق له دلوقتي. قائمة edit هنا طبعا cut و copy و clear و duplicate اللي هي control D، يعني ده مثلا الفيديو ده ممكن نعمله duplicate edit duplicate، هيتكرر عندنا مرتين. تمام، في split layer يعني اقسم اللاير، يعني ده مثلا خلينا نشيل من عليه التايم ريماب عشان يبقى فيديو. ولو قلنا edit split layer، دي بقى حاجة ميزة جميلة جدا جدا جدا. خلينا بس نرجع الوقت بتاعه. دلوقتي عندك فيديو وعاوز تقسمه نصين، فبدل ما تقعد تعمل دوبلكيت وتخلي ده يمشي لغاية هنا وتنقص ده وتزود ده، لأ انت بتيجي على النقطة اللي انت عاوز تعمل عندها سبلت وتقول له edit سبلت ايه سبلت layer، هتلاقيه عمل لك اتنين بالشكل ده كده.